بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم في جبل القارة وهذه الفعالية الجميلة واللي تطلقها جمعية أصدقاء السعودية، ونشوف الأخوان معنا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم راكان أشرف الجغيمان، صف أولى ثانوي. أنا الآن في جمعية أصدقاء السعودية. بالأمس استقبلنا العديد من الجنسيات الأخرى، منهم الإسبانية والإيطالية والأمريكية وعديد من الجنسيات الأخرى مثل الفلبينية والهندية والكثير. طبعا الآن نحن في قسم اللوحات. طيب، كل اللوحات هنا اللي رسمتها هي هدى العرور، وبيتكلم عنها إن شاء الله محمد الغنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الغنام، وإحنا في جمعية أصدقاء السعودية. شغلتي هنا أشرح عن الرسمات للسياح، وأقول لهم عن العادات والتراث القديم في الحساء بالذات بالخصوص يعني، وعن قصة الرسومات، وأي سؤال يسألونه أقدر أجاوبهم عن طريق سؤال الرسامة، وإذا ما عرفت يعني أجاوبهم. طبعا تونا مخلصين إحنا من قسم اللوحات مع محمد الغنام، ننتقل إلى الأعمال التطوعية اللي من الجنسية الفلبينية، واللي بيتكلم عنها إن شاء الله عبد الرحمن الماص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن أحمد الماس في ثانوية الملك خالد في الهفوف، وعندنا بعض الأعمال التطوعية التي قدمتها لنا الفلبين، ومنها الأدوية، مساعدة المحتاجين وغيرها. طبعا الآن ننتقل إلى قسم الأركان، ومن الأركان اللي عندنا إياها هي اكتشف السعودية، ركن اكتشف السعودية، واللي بيتكلم عنها إن شاء الله شافي العتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شافي العتيبي، متطوع في جمعية أصدقاء السعودية. في ركن اكتشف الأحساء أتحدث عن بعض المناطق السياحية اللي في الأحساء واللي ممكن تثير اهتمام السواح وممكن يزورونها، وأيضا بعض البرامج اللي تقدمها الجمعية. طبعا أحد الفعاليات اللي عندنا إياها هي فعالية الصقور، وهذا أحد الضيوف اللي عندنا من الجنسية الكندية. Your country is very beautiful and full of surprises for me. Yes. Thank you. And the people are very, very welcoming and very friendly. خلصنا من أحد الفعاليات اللي موجودة في جمعية أصدقاء السعودية. الآن ننتقل للأركان الثانية. واحدة من الأركان هي ركن الخط العربي، وهذا معنى الخطاط. ريان بصنا طبعا من ركن الخط العربي، ننتقل إلى الركن الثالث اللي هو ركن الرواية، ومعي أسامة المعقل اللي بيتكلم عن روايته بإذن الله. السلام عليكم، معكم أسامة المعقل، أنا روائي سعودي عمري 15 سنة، وهذه روايتي الأولى. تتكلم عن سدن، فتاة تعيش حياة طبيعية لكن في يوم من الأيام تدخل عالم السحر والجن والشياطين، تقدرون تأخذونها من فيرجن أو مكتبات تكوين أو الرشد. شكرا لكم. بالتوفيق. والآن إلى ركن الأكلات الشعبية، واللي بيتكلم عنها بإذن الله أحمد إبراهيم النعيم. السلام عليكم، معكم أحمد بن ماهر النعيم. طبعا عندي هنا ركن الأكلات الشعبية الحساوية، اللي تتميز فيها الأحساء أنها كأكبر واحة في الأحساء، يعني أكبر واحة في العالم اللي هي الأحساء، ونتميز فيه اللي هو منتجات التمور. نعم. من الممروس إلى الملتوت. نعم. إلى عندنا اللي هو تسمونه العصيدة. طيب، أهم شيء أنك تسويها أنت ولا لا؟ أنا أطبخ، الحمد لله أطبخها وأسويها، وجات فترة اشتغلت فيها اللي هو المنتجات الأسرية، بس قطعتها يعني بسبب أشغال الجامعة. وياك إن شاء الله. ارجع you have to wear the gloves. Yes. Okay. لازم الجلافس، لازم بجرب احط الصقر على يده. اهم شيء ما يكون صقر. هو صقر؟ لا لا. ايوه. Good. 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 I've lived in Saudi for a year now.
is absolutely wonderful people, beautiful people, wonderful schools. I'm a fourth grade teacher. I am so blessed to be here. Thank you, inshallah. And inshallah, I'll be here another year or two. And thank you for everybody. Thank you thank very you. Much. Thank you. You're all wonderful. وما ننسى أيضا الأعمال الحرفية التي اشتهرت بها الأحساء من المهندس عادل الوايل واللي بيتكلم عنها أيضا بإذن الله. معكم المهندس عادل محمد الوايل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. طبعا هذه المنتجات منتجات تدريب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فرع السجون، يعني تدريب دورات عمل دورات للمساجين حتى يخرج عنده حرفة في النجارة صناعة الأثاث وال يعني كل هذا من صنع المساجين. طبعاً هذا مجال جديد عربياً. معكم المهندس عادل محمد الوايل رائد فن الانترسية عربياً. هذا منتجات يطلق عليها فن الانترسية، طبعاً تحويل الصور إلى أعمال نجار، أعمال فنية بالخشب 3D تحويلها بالصورة هذه. هذا نماذج من العمل الفني، تحويله من صورة إلى 3D بالخشب، شيء ملموس يعني ملموس طبعا. نعم. هذا نفس الشيء من المنتجات أعمال فنية وللبيع للبيع متاحة. مجال الخشب وتحف الخشب، دخلنا المراكب الشراعية، الدروع والهدايا والمنحوتات. هذا مثلا درع يمثل المنطقة اللي هو المراكب الشراعية والبوابات الأحسائية. ونفس الشيء دخلنا اللي هو عملية الرسم بالحرق. جميل. بالمجال هذا وتسخير الأخشاب اللي تحرق أو تتلف في عمل دروع وهدايا مسميات، زي هذا الدرع يمثل المناسبة دام عزك يا وطن أو وطني، والمنحوتات في نفس المجال هذه تمثل الفنون الخشب. طبعا ممكن هنا، طبعا في عندي صفحات تواصل، هذا اللي حاب يتواصل على الكرت هذا العنوان. طبعا في صفحات تواصل انستغرام فيسبوك تويتر، وموضوع الأعمال بالتفصيل بالصور تعليمية. بما أن مجالنا تعليم، اللي يخش على الصفحات دي موجود تدرج في الأعمال الفنية للتعليم. حتى اللي حاب يتواصل ممكن أنه يستفيد في عملية إتقان المهارة. وما ننسى كذلك ركن الهدايا واللي بيتكلم عنها إن شاء الله عبد الرحمن العتيبي. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن سعود العتيبي، متطوع في برنامج سعودي فرينشيب ومشارك في قسم الهدايا. جميل. كل هذه هدايا ما شاء الله. هذه للسواح، الأطفال. المتطوعين من أصحاب الصقور، تركي بن جابر تركي بن سالم بن جابر البنا المر. يلا الله الله نبدأ. وعليك زوجي اللي بيك الجنة. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا سناب الحساء. يا مرحبا بك والله ومسهلا. يعطيك العافية. الله يحييك. يا مرحبا. مشكورين عموما. مرحبا بك والله ومسهلا. ساعدنا بتنظيم برنامج الاحتفال باليوم الوطني بعنوان العالم يحتفل باليوم الوطني بمشاركة 30 متطوع من طلاب الثانوية والجامعات، وأيضا باستضافة أكثر من 700 شخص من زوار أرض الحضارات. نرحب بالمتطوعين أو اللي حاب يتطوع في الجمعية، يستطيع التواصل عن طريق حساب الجمعية في تويتر جمعية أصدقاء السعودية. فعالياتنا انتهت، نلقاكم بإذن الله في فعاليات أخرى مع تحيات جمعية أصدقاء السعودية. الآن بالضبط وبهالتوقيت والساعة 5 مساء انتهت فعاليات جمعية أصدقاء السعودية بجبل القارة. نلتقيكم إن شاء الله في فعاليات أخرى. معكم نعيم الخميس، عضو مؤسس بجمعية أصدقاء السعودية وأخصائي تسويق وإعلام.